في تساؤلات كتير قوي بتجيلنا عن قانون التصالح وعن حالات وشروط التصالح والمبلغ اللي هيندفع للتصالح وغيرها من الأمور، وده هنوضحه في الفيديو ده النهاردة. بانكير نبض البنوك. طبعا من اسابيع نشرنا هنا تفاصيل موافقه اللجنه المشتركه بين لجنه الاداره المحليه واللجنه التشريعيه بمجلس النواب على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء. مبدئيا كده القانون ده الغى قانون 17 لسنه 2017، واللي المشرع شاف ان في ثغرات كتير ولازم يتعدل، وده اللي حصل فعلا. وبموجب القانون الجديد فسعر المتر للتصالح على مخالفات البناء هيتراوح من 50 ل 2500 جنيه حسب الموقع والمرافق، يعني حسب انت عايش في الريف ولا في المدينة. واللي عايزين يقدموا طلبات تصالح فده مسموح للمواطنين من وقت صدور اللائحة التنفيذية، واللي يحق لهم التقديم بالطلبات هم اللي بنوا بنا مخالف قبل إصدار القانون، وفترة التصالح مفتوحة لمدة 6 شهور وبحد أقصى 3 سنين. وبموجب القانون الجديد فهو أجاز حاجات كتير، منها إمكانية التصالح على زيادة الارتفاعات وتجاوز خطوط التنظيم وإمكانية البناء خارج الحيز العمراني، وكل ده تقدر تقدم فيه طلبات للتصالح. أما عن المساحات اللي هيتم التصالح عنها، لو كانت لغاية 200 متر والمبنى بحد أقصى 3 أدوار فأنت بقى مش محتاج متخصصين ولجنة فنية والقصة دي كلها اللي كانت في القانون القديم، لا ده أنت بتطلع تقرير من مهندس استشاري في الحي أو أي مكان ولكن يكون معتمد. وبالنسبة للناس اللي سبق وترفض تصالحهم وفقا للقانون القديم، فالقانون الجديد بيسمح ليهم انهم يقدموا طلب جديد للجنة التظلمات، يعني تقدر تقدم نفس ذات الطلب دون رسوم جديدة. وكمان لو انت كنت تميت التصالح على الأعمدة فتقدر برضو تستكمل البناء من غير اي طلبات جديدة. كانت معاك سارة مجدي من بانكير. بانكير نبض البنوك.